فرحت بزاف حيت جيت اليوم غنيت مدينة ميسور، هاد المدينة اللي عندي معها ذكريات زوينة بزاف، وجيت لها فاش كنت صغير وناسها مضيافين واحد درجة كبيرة، والحمد لله دازت الحفل بأجواء زوينة بزاف، والجمهور تجاوب معايا وتجاوب مع الأغاني ديالي تجاوب كبير، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الأغنية جديدة اللي كانت بعنوان قلبي وجعني هي من توزيع زكي ومن كلمات وألحان أعراب وإخراج عماد، هي أغنية من إنتاج ديالي كيف ما قلت، وسجلتها في مدينة شفشاون، وهي أغنية بسيطة وبحد إنتاج بسيط، لكن أغنية كنسميها نقية فيها إبداع، وأغنية كتبقى مستمرة على طول السنين بحال الأغاني اللي عملت أنا، عملت فرحة بكيتني من 5 سنوات وبقي لحد الآن جمهور كيرددها، فأنا هذا هو النوع ديال الأغاني اللي كنقلب عليهم لكي يعيشوا مع الفنان، والحمد لله أغنية لقات استحسان الناس، وشكرا لكاع الجروب اللي خدم معايا فيها. الحمد لله يعني هذا العمل الأول اللي تعاملت مع مزيكا، والحمد لله انا راضي على الشغل ديالي معاهم، وخدامين معايا مزيان، وحتى الاغنيه عملوا لها واحد الدعايه كبيره لا في مصر لا في الراديوهات لا في القناه ديالهم، وكاين اعمال ان شاء الله اخرى، انا دابا عملت معاهم غير التوزيع، لكن كان ان شاء الله مشاريع مستقبليه منها اعمال مصريه ولا اعمال من غير اللهجه ديالي هي اللي هي المغربيه. احنا الاعمال ديالنا كننتجوهم حنا اكيد مرهق، يعني دوك الفلوس راه خصنا حتى حنا نمشيو نتهلاو في راسنا، يعني نمشيو نديرو شي حاجه نمشيو، فدوك الفلوس اللي كنربحو حنا من السهرات او اشهارات ولا شي حاجه كنخسروهم في الاعمال ديالنا، وكنبغي نقول للجمهور ان الاعمال اللي كنسجلو حنا راه ماشي اعمال يعني بساط، اعمال مكلفين بزاف، يعني باش تصور كليب وباش تسجل اغنيه راه مكلف، يعني حنا اصلا كنبغيو شي حاجه اللي زوينه في المستوى، وكنبغيو نقدموا للناس حوايج اللي دو كاليتي ماشي اي حاجه، فنتمنى ان الجمهور ياخذ بعين الاعتبار هذه الحوايج ويدعم الفنان المغربي، لان يعني حنا ما عندناش الانتاج، حنا كننتجو راسنا. شنو غادي نقول لك، انا سعد عندي علاقه كبيره معاه وتعاشرت معاه بزاف، وعارف داك الانسان يعني شنو في قلبه، وعارف الاخلاق ديالو، وعارف الوالدين ديالو كيف هما، يعني السي البشير ولا لنزه، يعني انا كليت في دارهم وجلست معاهم واحد المده، فعارف دوك الناس كيفاش دايرين. كنقول سعد الله يبعد عليه رفقاء السوء، الله يبعد عليه ولاد الحرام اللي غير صالحين ليه، هو فنان والله يبعد عليه ولاد الحرام، ونتمنى انه يكمل في الطريق ديالو، لانه هو فنان غادي مزيان وشرف بالاغنيه المغربيه وبينها على المستوى العربي، فكنتمنى انه ربي يبعد عليه هذه الزوابي وهذه المشاكل ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.